هلا احنا اللي ما اللي بعنينا في اللحظه مش الاكسبيرمنت، اللي بعنينا في النهايه هي عباره عن راندوم اكسبيرمنت. شو المقصود في الراندوم اكسبيرمنت؟ هي عباره عن تجربه كل مره انا عم بعملها بيطلع معي جواب مختلف عن المره اللي قبلها، عشان هيك في النهايه حيطلع معي عده اجابات، عده خلينا نحكي قيم محتمله بالنسبه لهذه التجربه. فهذا اللي احنا حندرس كمسار حس، هذا اللي احنا بدنا ندرسه كمسار حس. هلا مجموعه الاحتمالات اللي بدها تطلع معنا كاجابات هي اللي احنا حنعرفها كراندوم فاكتور، اوكي؟ اللي عباره عن مجموعه الاحتمالات كاجابات اللي بتطلع معنا لاي تجربه هي عباره عن راندوم فاريبل الموجود فينا. ومره ثانيه الراندوم اكسبيرمنت هي عباره عن تجربه انا بعملها، تجربه عشوائيه انا بعملها، فكل مره انا عم بعمل في هاي التجربه حيطلع معي اجابه مختلفه. ما دام الاجابه مختلفه فانا هون انا بحاجه اني انا اعمل دراسه احتمالات عشان اشوف احتماليه كل جواب من هذول الاجابات اللي بتطلع معي. حنتقل هلا من الراندوم اكسبيرمنت للنتائج تبعون الراندوم اكسبيرمنت اللي عباره عن السامبل سبيس اللي عباره عن كل الاحتمالات تبعات الاجابه تدخل ضمن سبيس كامل. هذا سبيس هو عباره عن نتيجه الاحتماليه اللي انا ممكن ادرسها، فبالتالي بنسميها ونعطيها رمز اس وبنسميها عباره عن السامبل سبيس. ومره ثانيه هي عباره عن نتائج احتمالات التجربه اللي انا بدي اعملها. هلا نتائج احتمالات هاي التجربه حكينا بالمحاضره الماضيه انه ممكن تكون عباره عن ديسكريت، ممكن تكون كونتينوس، يعني ممكن الاجابه هي عباره عن اجابات محدده، ارقام محدده، رموز محدده عم تطلع معي، وممكن في نفس الوقت انه يطلع معي نتيجه انترنت، يعني من 3 ل 10 من 7 ل 100. فعشان هيك بنصنفهم هي عباره عن ديسكريت او بنصنفهم عباره عن كونتينوس. ولما نمشي لقدام شوي الصيغه كل الاحتمالات تكون على اساس الديسكريت او على اساس الكونتينوس بالنسبه للحساب. طبعا هذا اكزامبل على الديسكريت والراندوم سامبل سبيس. مثلا في المره الاولى احنا بنعرف انه سبيس هو مجموعه الريل بوزيتيف فاليوز، بحيث انه احنا بنكتبها انه اكس بحيث المقيم من اكس اكبر من صفر، فبالتالي هي عباره عن البوزيتيف ريل نمبرز. مثلا في حاله الكونتينوس هي عباره عن راندوم فاليبل. في حاله لو كانت كونتينوس في هذه الحاله بعرفها على اساس الانترفلز. شو يعني انترفلز؟ مثلا قيم اكس اللي بين الواحد ونص وبين الخمسه، اوكي؟ في حاله كانت ديسكريت في هذه الحاله حيكون عندي اجابات محدده. شو يعني اجابات محدده؟ مثلا قيم اكس بحيث مقيم اكس اما واحد او اثنين او سبعه او تسعه، حيكون عندي الاجابات اللي عندي. هلا في عندنا عده طرق على اساس ان احنا نبين قيم السبيس او اللي هي السامبل سبيس اللي موجود عندنا. واحده من الطرق بنسميها عباره عن تري دايجرام. التري دايجرام تبدا فيهم من الاحتماليه الاولى للاحتماليه الثانيه للاحتماليه الثالثه. بعدها بتمسك الاحتماليه الاولى للثانيه للثالثه، بتمسك الثانيه مع الاولى والثانيه والثالثه، بتضلك ماشي. مثلا هذا عباره عن اكزامبل بحكي لك انه انت حيوصلك مسج ثلاث مرات، فصنف لي هدول المسجز اللي حيوصلوا لك في النهايه على الثلاث مرات، هل حيوصلوا اون تايم ولا حيوصلوا ليت؟ فبتمشي فيهم واحده واحده. اول مسج يا حيوصلك اون تايم يا حيوصلك ليت. اذا وصلك اون تايم فثاني مسج يا حيوصلك اون تايم يا حيوصلك ليت. اوكي، اذا وصلك اون تايم فكمان ثالث مسج حيوصلك اون تايم اون ليت. فبهذه الطريقه انت بتشكل في النهايه كل السامبل سبيسز، السامبل سبيس اللي موجودين عندك بالنسبه لك التجربه اللي انت بتعملها. اوكي، هلا في تعريف عندنا هو عباره عن الايفنت، هو عباره كترجمه هي عباره عن الحدث. شو معنى حدث؟ هي عباره عن احد نتائج التجربه اللي ممكن تطلع منها. عباره عن الايفنت، يعني مثلا شو احتماليه انه نتيجه التجربه بتساوي 3؟ وحدث انه يطلع معك تجربه بتساوي 3. فعشان هيك الايفنت هي عباره عن السبست من السامبل سبيس لراندوم اكسبيرمنت. السبست معناها هي عباره عن جزء من السامبل سبيس. يعني مثلا شو احتماليه انه القيم تطلع بتساوي 3؟ تيجي بتحكي مثلا الاحتماليه 0.2. فاحتماليه الثلاث هي عباره عن الايفنت اللي انا عم بحكي عنه. هلا في عندنا مجموعه شغلات احنا بنعملها على الايفنت، حكينا عنهم بالمحاضره الماضيه. الشيء الاول هي عباره عن اليونيون، عمليه الاتحاد او التقاطع او الكومبلي. شو المقصود في الاتحاد؟
هي احتمالية حدوث الأول أو حدوث الثاني، فبالتالي هي احتمالية حدوث الأول زائد الثاني، مش شرط إنهم ما يتقاطعوش. مقصود في الاتحاد عملية احتمالية حدوث الأول أو الثاني، فبالتالي كإجابة نهائية هي الأول زائد الثاني، بشرط إنهم مش متقاطعين. هلا كلمة بشرط إنهم مش متقاطعين تصنف على أساس إنها independent. فبعض الاحتمالات تكون أحيانا independent، بعضها تكون عبارة عن dependent. إذا كانت independent تجمعهم أكيد هيكونوا مش متقاطعين، هيمر معنا بعد شوي. إذا متقاطعين لازم أشيل منطقة التقاطع، لأن هيك بتكون مرة ثابتة. إذا ممنوع. أوكي. ليش الثاني الانترسكشن؟ هي احتمالية حدوث الأول والثاني معا. يترجم. فعشان هيك نستخدم الرمز الآن ونستخدم التقاطع. هلا بالنسبة للكومبلمنت هي احتمالية عدم حدوث الحدث. يترجم هي مدى احتمالية عدم حدوث الحدث. متممة حدوثه. فهي متممة حدوثه بالضبط. شو احتمالية عدم حدوثه؟ هي واحد ناقص احتمالية حدوثه. صح؟ مثلا هذا الاكزامبل كان عليه تعليق في المحاضرة الماضية، لما راجعته اللي مكتوب صح واللي انتم حكيته صح. مثلا بيجي بيحكي انه في عنده ريسايكل طاعم بالنسبة لتو كاميراز تم تسجيلها. المانوفاكشر اللي احنا بدنا نفحصه، هل الريسايكل هل هي يس او نو؟ اللي احنا بدنا نفحصه هل هي يس او نو؟ فالاحتمالات بالنسبة لنا على الكاميرات اللي موجودة يس يس، يس نو، نو يس او نو. شكلنا حدثين، الحدث الاول هي احتماليه انه يكون احد الاجابات على الاقل واحده منها يس، فبالتالي يس 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 نو نو يس. الحدث الثاني هي احتماليه انه الكاميرا ما يصيرش فيها اي مشكله، فهي عباره عن نون بس هو. اوكي. وفي عندنا حدث ثالث اللي كان عباره عن الايفنت that at least one camera does not confirm، في عندي على الاقل واحده من الكاميرات شمالها مش اوكي. معناها هاي اذا انا بدي اجي اعطيها رموز معناها هي فعليا نو 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 يس ويس نو. صح. مره ثانيه هلا الاول على الاقل واحده يس، فهي عباره عن يس يس ويس نو نو يس. الثانيه الثنتين الثنتين الايفنت الثالث اللي مش مكتوب كرموز هون بحكي لك انه ادليس وحده منهم مش شغال، معناها اما وحده لا او يعني الاولى اه والثانيه لا، او الاولى لا والثانيه اه، او الثنتين لا. صح. اوكي. فانا لما اجي احكي اي 1 اتحاد مع اي 3 نشيل الكرم، معناها هاي كان ناقصها نو نو. صح. تاخذها من الثالث بتطلع عباره عن سبيس. اوكي صحيح. صح. هلا بالنسبه للحدث الاول تقاطع مع الحدث الثالث الحين تقاطعوا عباره عن يس نو نو يس. اوكي. طبعا الكومبلمنت بالنسبه لاي 1 نو نو عباره عن نو نو، اصلا كلمه كومبلمنت كانت موجوده من خلال الحدث الثالث. طبعا تكمل الحدث الثالث هي عباره عن نو نو. خلاص هنشتغل. اوكي. مثلا هذا عباره عن اكزامبل الثاني على انترفس لما يكون عباره عن كونتينوس ايفنتس، هذا كان عباره عن ديسكريت ايفنتس. طبعا حكينا عنهم تناقشنا فيهم. مثلا كان عندي السام اللي هو سام سبيس كل الريل بوزيتيف فاليوز، ومثلا فرضنا ان الحدث الاول قيمه اكس اكبر او تساوي 10 ليس ذان 12. السكند ايفنت عباره عن قيمه اول اوف ذا فاليوز اوف اكس بحيث ان اكس مور ذان 11 ليس ذان. لو بدي انا اعمل اتحاد بين اي 1 واي 2 بالضبط، فالاتحاد حيكون من 10 زائد 11 15، وبدي اشيل التقاطع اللي هو من 11 15، فبتطلع من 10 في النهايه من 10 ل 15. بس ال 15 مش نافع. بس ال 15 اكيد مش نافع. اوكي. لو بدي اعمل تقاطع بين اي 1 وبين اي 2 اوكي، المنطقه المشتركه هي من 11 12 بس مش داخله في التنتين. لو بدي اخذ الكومبلمنت لاي 1 كل اللي قبل العشرة وكل اللي بعد 12. فعشان هيك طبعا هي بنستخدم الرمز اور لانه يا ها يا. اوكي. مثلا الكومبلمنت لاي 1 التقاطع لاي 2
هلا هاي طلعت معنا الكومبلمنت تبع اي 1 صفر ل 10 او اكبر او يساوي 10. هلا هون كل القيم اللي تحت ال 10 اصلا مش داخل، مش معناها التقاطع حيكون من 12 ل 15، 12 ل 15 حيكون مش داخل. 12 داخل لانه ايش اللي هون بيختلف عن ايش اللي هون؟ كيف؟ شو مشكلة؟ خلص خليك. في طريقة ثانية من التمثيل احيانا بنستخدمهم عشان نبين عمليات التقاطع، عمليات التداخل بين الايفنتس، بنسميها فين دايجرامز. الأولى كانت اللي سميناها تري دايجرام، عبارة عن تري. طبعا مش كثير بعطين عمليات التقاطع لانه بتمثل سامبل سبيس كامل. اوكي، هلا الفين دايجرامز اللي انت بترسم بكل حدث على اساس انه عباره عن سيركل داخل مستطيل، المستطيل بيمثل الكومبلمنت تبع هذا الحدث، بحيث لو كان عندك حدثين وعملت اتحاد بينهم فبالتالي عباره عن مساحه اثنين بدك تشيل منها المساحه المشتركه، فالتقاطع حيبين بالنسبه لي عباره عن منطقه التداخل بين تو ايفنتس. اوكي، والكومبلمنت هي المنطقه الخارجيه. مثلا لو جينا طلعنا على هاي عباره عن اي اتحاد بي تقاطع معسكر، معناه انا حاخذ الاي اتحاد بي كامله اللي عباره عن هاي المساحه اللي موجوده هون كامله، بعد بدي اعمل لها تقاطع مع سي فبضل عندي المنطقه بس اللي موجوده. طبعا احنا بنقدر نعملها على اساس انه التقاطع مع التقاطع بدي اشيل بعدها منطقه الاتحاد مره ثانيه. انا بقدر افكر فيها بطريقه ثانيه، حتبين معنا بعد شوي يصير بدون قوانين، لكن بدون قوانين. لو حكيت لك ايه اتحاد بي تقاطع سي، ايه تقاطع سي، خذ ايه تقاطع سي، حيطلع معك ايه تقاطع سي هذه المنطقه اللي بعدها حنعمل بي تقاطع سي، حيطلع معنا ناقص اي تقاطع دي، فبدي اشيل المشترك الموجود. مش بنشيله، ما بنكرره او ما بنكرره، خلينا نكون ادق صحي تماما. هلا في مصطلح بنسميه ميوتشال اكسكلوسيف ايفنتس، وهي بتلزمنا كثير لما الايفنتس تكون مستقله عن الايفنتس الثانيه. يعني لما انا اعمل تقاطع بين تو ايفنتس ويطلع في النهايه الجواب صفر او فايل، فيش عندي اي سامبل سبيس، نيجي بنحكي انه هدول التو ايفنتس اللي هم عباره عن اي اند بي ميوتشال اكسكلوسيف. هلا هذا المصطلح كثير حيلزمنا خصوصا في الشغلات او التجارب اللي فيش عندي اي ترابط بين الايفنتس اللي موجوده فيه، فحيلزمنا كثير واحنا ماشيين خلالها. مرة ثانية ميوتشال اكسكلوسيف المقصود فيها انه التو ايفنتس موجودين عندي فيش اي تقاطع موجود. تمام لهون؟ اوكي، هلا هون في بعض القوانين او الفورمز اللي احنا بنستخدمهم على بعض الشغلات. هلا الاول بنسميه الكوميوليتيف لو. بالنسبه للماينس اللي انا حكيت عنها خلال المحاضره الماضيه كنت اصح انه هي هاي عن الشحطه، لكن بعد يمكن في شابتر 6 حيجي الشيء اللي انا بحكي لكم عنه اللي حيلزمنا فيه هي الماينس. اوكي؟ نعم؟ لا حيختلف القانون، فانا لما راجعت اصلا القانون فيها. هلا الكوميوليتيف لو هي المقصود فيها انتم مثلا زي ما انتم بتعملوها ايام المدرسه، اي زائد بي بتساوي بي زائد، فبالتالي انا بدي اعمل تقاطع بين اي وبي او اعمل تقاطع بين بي وبي حيطلع معي في النهايه نفس الشيء. نفس الشيء بالنسبه للاتحاد، فالاي اتحاد بي حتساوي بي اتحاد اي، اللي هي عباره عن الكوميوليتيف اللي كان بناء على الوصف الزائد والضرب. في الثاني اللي عباره عن ديستريبيوتيف لو، اللي فيها اذا كان عندي اي اتحاد بي تقاطع سي فتلقائيا حتطلع عباره عن اي تقاطع سي اتحاد بي تقاطع سي. مره ثانيه برجع بذكر ان هون انا شغال على الميوتشال اكسكلوسيف، يعني فيش عندي تداخل. مره ثانيه فهدول القوانين اللي موجوده، انا عم بحكي عن الميوتشال اكسكلوسيف ايفنتس، فبالتالي اي اتحاد بي تقاطع سي هي حاصل اي تقاطع سي زائد بي تقاطع سي.
لو رجعنا على الرسمه اللي احنا كنا راسمينها من شويه صغيره اللي كانت موجوده اللي كانت عباره عن اتحاد مع تطابق اللي هي الرسمه هاي عباره عن اتحاد مع تطابق. حكيت لكم لو كانوا العينات الميوتشالي اكسكلوز طبعا هذه هاي ما كانت يتبقى أنه إحنا مش لازم نكرر المنطقة لهم صح؟ صح هلأ هناك أنا عم بحكي عن هي الإيمنس الموجودة الميوتشال إكسكلوسيف فهي أوردي حتكون مطروحة من هذه منطقة التداخل اللي هي موجودة هون هو نفس الشكل بس منطقة فيش منطقة مش هيكون عندكم خايفة ما فيش تقاطع ما في تقاطع فيش تقاطع بين A و B لازم فيش تقاطع بين A و B مع C لازم يكون بالضبط أكيد مع C بيكون هلا A تقاطع B اتحاد C حتكون هي عبارة عن A اتحاد B اتحاد C نعمل بينهم عملية التقاطع هلا في عندنا كمان Associative Law هي عملية الاتحاد اتحاد طبعا تطلع في النهاية إنه سواء أخذت A اتحاد B اتحاد C ولا أخذت الـ A اتحاد الـ B اتحاد C هي نفس مبدأ الأقواس اللي احنا بنستخدمها في الرياضة لاحظ من هذه المادة طبعا بالنسبة للتقاطع فكمان الـ A intersect by B intersect by C هي نفس الـ A intersect by B intersect by C أوكي في كمان عندنا اللي هو بنسميه تيم أورجانز لو اللي هي عبارة عن الكومبلمنت فالكومبلمنت لـ A اتحاد B هي عبارة عن الكومبلمنت لـ A تقاطع الكومبلمنت لو أخذنا two events هاي عبارة عن stairs وهاي هلا لو أنا حكيت لكم شو الكومبلمنت شو الكومبلمنت لإيه حتكون لكل المنطقة خارج space صحيح صحيح لو أنا أجيت كمان خطين A اتحاد B هيطلع معي مثلا شو زي هاي كمان A اتحاد B حيطلع عبارة عن هذا A و B الكومبلمنت لA اتحاد B سبيس ناقص حيطلع سبيس كامل ماينس A و B بالضبط فهي تلقائيا هي عبارة عن الكومبلمنت تبعت A تقاطع الكومبلمنت تبع B اللي هي تشكل المنطقة الخارجية الموجودة هون كاملة طبعا ليش موجود الكومبلمنت كامل؟ هلا يمكن الرسم تكون ما بتمثل حدث انه لو كان السبيس تبع بي يختلف عن السبيس تبع اي لو كان السبيس تبع بي يختلف عن السبيس تبع سي فهون بتزمن التقاطع اللي بينه لانه اذا السبيس مختلف لازم اتاكد انه بس هي المناطق المتقاطعه بين الاثنين اذا السبيس مختلف لازم اتاكد انه هي بس المناطق المتقاطعه او حتى لو كان ان ال A و B متقاطعين او لو كانوا A و B متقاطعين راح يدخل شوي مع بالضبط بعدين يكون بالرقم كبير فهاي مثلا في الرسم اللي انا رسمته كما كانت اوكي الثانيه هي عمليه A تقاطع B الكومبلمنت اللي له فهي تلقائيا هي عباره عن A الكومبلمنت لA اتحاد الكومبلمنت بالنسبه له طبعا ما حكينا عنه اللي هو عباره عن الكومبلمنت له اللي هي الكومبلمنت للكومبلمنت فعليا حيرجع نفس الايفنت الاصلي في حد عنده اي استفسار لهم؟ اوكي هلا حنبدا في عمليه الكاونتنج تكنيكس والمقصود في كاونتنج تكنيكس كيف انك انت تقدر تحصي عدد الاحتمالات اللي حيطلع معك مثل شركه جوال لما تيجي تحكي بدنا نستخدم 6 ارقام ولا 7 ارقام عشان نحط رقم الجوال هلا كيف تعملها؟ بتشوف كم السبيس اللي عندها، كم شخص متوقع انه بده ياخذ رقم جوال بناء عليها بتضرب 6 ارقام ولا 7 ارقام، اذا 6 ارقام حيطلع معها عدد شرائح معين، واذا 7 ارقام بيطلع معها عدد شرائح ثاني، فهي بناء على عدد الناس اللي موجودين بتقدر الموجود الشغلات او عدد الارقام اللي بتستخدمها. هلا في عندنا ثلاث طرق، الطريقه الاولى هي عباره عن مالتيبليكيشن رول، الثانيه عباره عن كومبيتيشن، والثالثه عباره عن كومبيليشن. هلا الثلاث طرق تستخدم في استخدامات مختلفه. الثلاث طرق اللي موجود يعني مالتيبليكيشن بنستخدمها لشيء البيرميتيشن بنستخدمها لشيء ثاني والكومبينيشن بنستخدمها لشيء كمان تمام طبعا هذا الشيء مكتوب هون كل واحد فيه بيستخدم له هلا حبدا في عمليه المالتيبليكيشن تمام تمام
الشغلات اللي بتحصل مثلا. هل يعني مثلا الشخص بده يكون عنده شركتين ما بستخدم المالتي ابلكيشن، هلا بشرح المالتي ابلكيشن. ففي شيء ثاني بقدر اعمله من خلال كم عدد الشرائح المحتمله، او حسب اللي انت عم تحكي هلا كم عدد الاشخاص المتوقع انهم يستفيدوا من الشرائح اللي هو السبيس له عباره عن سبيس. يعني اذا انت حكيت انه كل شخص له شريحه واحده كاني بحكي الريبليسمنت مش موجود. اذا كل شخص حياخذ اكثر من شريحه معناها بصير عمليه مش واحد على العدد كامل، فيها بتصير عمليه تكرار، فلازم هذا الشيء مضبوط. فعمليه المالتيبيكيشن احنا بنيجي بنعرف انه احنا في عندنا عمليه في اوبريشن تستخدم فيها عدد كي ستيبس، وعندي عدد ان 1 عشان اعمل ستيب الاولى، عدد ان 2 عشان اعمل ستيب الثانيه، وبمشي فيهم لكل ستيبس. يعني خلينا انا افترض انا في عندي 17 كرسي، الكرسي الاول بقدر استخدمه 5 استخدامات، الكرسي الثاني بقدر استخدمه 3 استخدامات، والكرسي الرابع بقدر استخدمه 20 استخدام لاخر. شو عدد الاستخدامات اللي بقدر استخدم فيها كل الكرسي؟ استخدامات كل واحد بتضل كل، فهي فعليا استخدامات كل كرسي بدك تضرب فيهم في كل استخدامات الكراسي على اساس انه بقدر استخدم مثلا 3 دايجرام اللي احنا حاطينها. فبيطلع معي التوتال نمبر اوف ويز هي عدد ان 1 في ان 2 في لغايه ما اوصل ان كي. على اساس اقرب الصوره، اذا انا بدي استخدم 10 ارقام كل رقم له مجال من 0 ل 9 معناها انا عندي كي بتساوي 10 وعندي ان بتساوي كمان 10 لانه الصفر داخل. معناها عدد الاحتمالات اللي ممكن ينتج عندي هي عباره عن 10 في 10 في 10 في 10 10 مرات. ليش؟ لانه كل واحد بقدر استخدمه 10 مرات، فعلى 3 دايجرام حضوني ماشي 10 مرات. اوكي؟ هذه العمليه بنسميها مالتيبيكيشن. مثلا هون عمليه تصميم الويب سايت، احنا بنستخدم اربع الوان وثلاث انواع من الخطوط، بالاضافه انه انا صوره بقدر احطها في ثلاث اماكن. كم عدد التصاميم اللي بدك تطلع معي؟ انا كي بالنسبه لي ثلاث، وان في كي الاولى بتساوي اربعه، وان في كي الثانيه بتساوي ثلاث، وان في كي الثالثه بتساوي ثلاث، معناها مجموع الاحتمالات عباره عن اربعه في ثلاثه. تمام؟ اوكي. هلا بنيجي على اللي هي الطريقه الثانيه اللي عباره عن بيرميتيشن. في طبعا تقسم الاكاونتنج، تقسم لشيء ثاني. هلا بتلاحظوا خلال هاي الطريقه انه احنا عندنا يونيك سيكونس بالنسبه للايتمز الموجودين. هاي الطريقه طبعا شرط فيها انه يكون عندنا يونيك سيكونس بالنسبه للشغلات، بحيث انه ممكن يكون عندي ترتيب مهم، ممكن الترتيب يكون مش مهم. هلا شو المقصود في الترتيب مهم ولا الترتيب مش مهم؟ في ارقام الجوالات 0599 تختلف عن مثلا 0598 تختلف عن 0589. فهون بدخل هل الترتيب بالنسبه له مهم ولا الترتيب اللي عندي؟ يعني هذا مهم يعتبر. ايش؟ يعني هذا مهم. هون الترتيب في البيرميتيشن. بالضبط. اوكي؟ فبيطلع معك مجموع السامبلز اللي بيطلع معك هم عباره عن ان مضروب. يعني اذا كان انا عندي مثلا هون انا عندي اس بتساوي سبيس كامل عباره عن اي بي سي، وانا عندي ست محاولات بدي اعملها، ف يعني طبعا السؤال حيطلع معي ست محاولات هم عباره عن اي بي سي ثلاثه في اثنين في واحد اي سي بي، بعدها بتصير بالعكس. انا لاحظوا انه هون اي بي سي واي سي بي تختلف عن بعض، A B C A C B كمان تختلف عن بعض. صحيح. اوكي. C B A تختلف مثلا عن C A B. بس بقدر استخدم الحرف بعد اول مره. بقدر استخدم الحرف، عشان هيك بيطلع مع مجموع الاحتمالات عباره عن الثلاثه مضروب. هي عباره عن ثلاثه في اثنين وعباره عن ست. يعني انا بقدرش استخدم مرتين، يعني فيش ريبليسمنت هنا في ال هون ما بقصد فيها عمليه الريبليسمنت. هون انا بدي اختار ثلاث حروف بدي ارجع في ريبليسمنت. يعني قصدي بصيرش يطلع ثلاث مثلا ثلاثه ايه مع بعض، يعني مخصومات من اللي احتاج. يعني السبيس اللي موجود عندي هو عباره عن اي بي سي، عشان هيك مكتوب هو عباره عن يونيك سيكونس. ما
ماشي؟ اللي انت بتشيله فعليا مش حترجع. يعني بس بعد يعني بعد طول الثلاث شغلات بقدر ارجعهم عشان ابدا في المحاوله. يعني اذا بترجع بتصير ثلاثي قوه ثلاث زي المالتيبليكيشن رول. زي المالتيبليكيشن رول. اوكي مثلا هاي في حاله اللي كان عندي بدي اختار من سبع اخرى بتصير عباره عن سبعه في خمسه في اربعه في ثلاثه في اثنين لغايه ما نوصلهم. هلا هون الصفر مضروب بيساوي واحد، هاي من الرياضيات على اساس انها بتلزمنا في بعض الشغلات. هاي مره ثانيه عباره عن كم؟ اوكي هلا لو كان انا عندي سيكونس عندي عدد الايتمز عباره عن ار، سوري بدي ار ايتمز من عدد ال. مره ثانيه سيكونس لار ايتمز وبالست كامله عددها ال، يعني انا بدي اختار ثلاث من اصل 10. فشو الاحتمال، شو مجموع الاحتمالات اللي عندي؟ هي عباره عن ان مضروب على ان ماينس ار مضروب. هلا لو انت بدك تقرب الصوره على اساس ما تتخربش، طبعا هاي بتقدر تطبقها على هاي القاعدة وعلى القاعدة اللي قبلها. يعني هناك كان عندي ثلاث بدي اختار منهم ثلاث. هي فعليا على ثلاثة مضروب، على ثلاثة ماينس ثلاث مضروب. مضروب الصفر واحد. مضروب الصفر واحد فصفها العبارة عن ثلاث مضروب. ماشي؟ فهاي القاعدة بتقدر تطبقها هون وهناك وحيطلع معك في النهاية نفس الجواب بالنسبة للمنتج. اوكي. هاي عبارة عن اكزامبل، عبارة عن برنتد سيركت بورد. معطى معي انه عدد الديجيتس في الكامل هو عباره عن 8 وانا بدي اختار منه 4. فخلينا نقرا مع بعض. عباره عن printed circuit board has 8 different locations، يعني انا عندي 8 اماكن in which a components can be placed. انا بدي اختار 4 different components، وركزوا على كلمه different، يعني بمعنى ثاني انا مش حكبر شيء مره ثانيه. are to be placed in the board. How many designs are possible؟ اوكي هلا كم عدد السبيس كامل اللي موجود عندي؟ 8. كم بدي اختار منه؟ عباره عن 4، فبالتالي عباره عن 8 فاكتوريال على 8 ناقص 4 اللي هي عباره عن 4 فاكتوريال، بتطلع عباره عن 8 في 7 في 6 في 5. ونفس الشيء لو كان لا لو قصدك لو مسموح التكرار حيطلع معي شيء مختلف بعد شوي يصير معي. يعني بمعنى ثاني لو كان انا مسموح ان انا استخدم ال 8 مرتين حيطلع معي اكيد العدد بيطلع زين. فكرت يعني زي ترجع زي المنطقه ترجع كانها زي المنطقه 8 في 8 في 8 بس 8 في 8 في 8 اوكي. هلا احيانا بكون عندي بعض، يعني بكون عندي سبيس لكن في بعض الايتمز ايدنتيكال. مثلا بدنا نيجي نختار اربع عينات من هاي القاعه. القاعة فيها على فقط 30 كرسي و7 طلبات. فأنا في عندي 30 كرسي، فاحتمالية الكراسي كأنها صارت لحالها، احتمالية الطلبات لحالها. مثلا شو احتمالية إن أنا أطول كرسي؟ 17 يعني. هلا أنا حكيت في عندي 30 كرسي. 30 كرسي. وأربع طلبات. شو احتمالية إن أنا أطول كرسي؟ 1 على 34. 30 على 4 هي 30 على 4 30 30 على 4 شو احتمالية من طول طاولة؟ 4 على 4 30 4. طب شو احتمالية لو انا اخترت ثلاث عينات انهم يطلعوا مثلا طاولتين وكرسي؟ حسب الطاولة زائد احتمالية الكراسي بعد ضرب فهي احتمالية كرسي واحتمالية طاولتين ماشي. فعشان هيك هاي بنستخدمها في العادة لما يكون عندنا الكاونتينج سيكونس فيهم شغلات في الشارع، بنستخدم ان فاكتوريال على ان 1 ان 2 ان لغايه ما انا اوصل ان ار بحسب عدد العينات اللي انا موجود عندي اللي انا بدي اختار. يعني مثلا مجموع العينات عباره عن ان فاكتوريال فيهم 30 كرسي واربع طاولات، معناها 30 فاكتوريال اربع فاكتوريال. هلا هذا الاكزامبل اللي هو كان خلال المحاضره الماضيه. نحن في عندنا بدنا نعمل خمس عمليات، منهم ثلاث عمليات عباره عن عمليات شوبر، منهم عمليتين عباره عن كيف الرسوب صح؟ ورق ورق الورق ورق هذا اللي متعمر هذا اللي ماشي.
هلا مجموع العمليات اللي انا بدي اختارهم عباره عن خمسه. في منهم ثلاثه متشابهات عباره عن عمليات ركبي، في منهم اثنين متشابهات عباره عن عمليات الوه، فبالتالي عباره عن 5 فاكتوريال على 2 فاكتوريال في 3. ماشي؟ هاي مره طبعا هون مكتوب ايش السيكونس اللي موجود اللي ممكن يطلع معكم. هاي بنستخدمها اللي هي لما يكون عندنا بعض الشغلات متشابه ضمن السامبل سبيس اللي موجود. مش هاي الكومبينيشن ولا لا؟ الكومبينيشن ما اخذناهاش اللي هي الطوافيك اللي بقت قبل موجوده. يعني ان ناقص ار، يعني ار مضروب في ان ناقص ار اللي هي يعني الان 5 والار 2، 5 على مضروب 2 في مضروب ال 5 ناقص 2. لا قصدك ان 2 مضروب 3 مضروب. طب شو احتمالية ان اختار 4 و 1؟ 5 مضروب 4 مضروب 1 مضروب 4 مضروب. اطلع اطلع. يعني 5. طب. هي القمة. ايه؟ اوكي طبعا هاي تستخدم ككومبينيشن. هلا في الكاونتينج اللي هو عبارة عن عملية الكومبينيشن. الكومبينيشن هي عملية سيلكشن لار ايتمز من عدد ان والاوردر دوز نوت اوردر، يعني الترتيب مش فبالتالي اي بي ولا بي اي نفس الشيء حيطلع معك نفس الشيء. في هاي الحالة بنيجي بنستخدم انه عملية التوافق التباديل ان اوفر ار هي عبارة عن ان مضروب على ار مضروب في ان ماينس ار مضروب. اوكي مثلا هون في هاي العينة بحكي انه في عندنا 50 بارز فيهم 3 ديفكتيف 47 نون ديفكتيف. السامبل هي عبارة عن 6 بارز بدنا نستخدمهم، بنختار 6 بارز من كامل هي عبارة عن 50 without replacement. اوكي فهي الحالة بحكي لكم how many samples of size 6 contains 2 ديفكتيف. 2 ديفكتيف فأنا بالنسبة لي بدي اختار 2 ثلاثة، هي عبارة عن 3 فاكتوريال على 2 فاكتوريال في 1 فاكتوريال بيطلع معنا 3. مرة ثانية عبارة عن عينة فيها 50 بارت منهم 3 ديفكتيف و 47 نون ديفكتيف. اوكي؟ فأنا بدي أختار في النهاية how many samples of size 6 contain 2 defective parts. إنه كم واحد ديفكتيف ممكن تطلع معنا؟ مش سهل. كم واحد ديفكتيف ممكن تطلع معنا؟ بالضبط، كم واحد ديفكتيف ممكن تطلع معنا؟ بنستخدم عبارة عن 3 فاكتوريال على 2 فاكتوريال في 1. واضح الجميع؟ هلا على نفس الاكزامبل with or without replacement how many ways are there for selecting 4 parts من ال 47 non defective parts؟ مجموع ال non defective بالنسبة لي 47 بالتالي عبارة عن 47 على 4 مضروب في 43. نجمعهم مع بعض. لو انا سالتك how many ways are there to obtain 2 من الثلاثه الديفكتيف و4 من ال 47 اللي هو ما التوفيق اثنين هذول ثلاثه هي عباره عن حاصل كل ضرب حاصل الثلاثه مضروب على اثنين مضروب على المضروب ضرب سي 3 اوفر 2 47 اوفر. هلا بنيجي حاليا على تعريف الاحتمالات الاحتمالية اللي احنا حنستخدمها خلال هذا المسار بشكل كبير. الاحتمالية هي عملية ايش التشانس اللي ممكن تطلع معك نتيجة كإيفنت من ضمن كل سلسلة الاحتمالات اللي تنتج من راندوم اكسبيرمنت اللي عبارة عن عملية التجربة العشوائية. ومرة ثانية هي مدى احتمال يطلع معك قيمة أو يطلع معك جواب من كل الاحتمالات الموجودة عندك، هي عبارة عن احتمالية أو البروبابيلتي اللي موجودة. هلا احيانا بنستخدم الرموز اللي هم عباره عن 0 و1، 0 معناها مش حيصير، فيش احتماليه، و1 معناها اكيد حيصير. طبعا هاي لو موجوده اكيد مش حيكون موضوع الاحتمال. هلا بالنسبه لانواع الاحتمالات في عندنا السبجكتيف بروبابيلتي هي عباره عن درجه الكونفدنس اللي موجوده عندك. فمثلا لما تيجي تحكي عندي 50% تشانس ان انا بدي اقرا اليوم، في 50% ثانيات من الشاف وانا مش حقرا يعني
صح؟ اوكي. هلا النوع الثاني احنا بنستخدمه بشكل كبير وعبارة عن الريلاتيف فريكوانسي. الريلاتيف فريكوانسي اللي هي كم عملية كم احتمال انه يصير عند هذا الايفنت بالنسبة لكل السامبل سبيس. كم احتمال انه يصير عندي ايفنت معين من كل السامبل سبيس اللي موجودة عندي؟ فبالنهاية عبارة عن الليمت لانه في A على N as N goes to infinity. هلا في جزء من البروبابيلتي عباره بنسميها probability based on equally likely outcome. شو المقصود فيها؟ لما يكون احتماليه اي واحد من النشاطات او اي واحد من السامبل سبيس اللي موجود عندي هي بنفس الاحتماليه. يعني مثلا عندي 100 قطعه داخل البوكس، شو احتماليه ان انا اختار اي قطعه فيهم؟ واحد. فهذه بنسميها كمصطلح هي عباره عن equally likely likely outcomes. فايمس هاي طبعا الخطاط هي موجوده كثيره من ضمن الاحتمالات اللي موجوده عندنا. هلا بس بالزمن المصطلح ايكوالي لايكلي المقصود فيها مره ثانيه هي مدى احتماليه انك انت تختار واحد من السامبل سبيس بالنسبه للعين كامل تبدا اي واحد على عدد كامل. اوكي. هلا هون عباره عن اكسامبل بالنسبه للايفنتس، عباره عن راندوم اكسبيرمنت، السامبل سبيس عباره عن اي بي سي دي. وذيس اوتكم ار نوت ايكوال. هو مباشر حكى ان عمليه اختيار اي واحد فيهم تقريبا لو كانت اللي هي عباره عن متساويات كم حتكون النسب؟ واحد على اربعه. واحد على اربعه معناها كلياتهم عباره عن بوينت وفقط. فاجينا عرفنا ايفنت A اللي هو عباره عن A وB، وايفنت B عباره عن B وC وD، وايفنت C هو عباره بس D. فشو احتماليه probability of A؟ احتمالية انه يطلع معاي A و B، فعبارة عن احتمالية A زائد احتمالية B. B. اوكي. هلا احنا بنستخدم الرمز B للبروبابيلتي، وهاي A بالنسبة لي عبارة عن event فحنعطيها random split سوري random variable حنستخدم بعد شوي صغيرة عبارة عن X. فكأني بحكي لها probability of X is equal to A. بمعنى ذلك انا عندي حيكون بعد شوي اسئله حنجيهم، انا عندي راندوم فاريبل، الراندوم فاريبل عباره عن اكس، سبيس للراندوم فاريبل هم عباره عن اي كابيتال، بي كابيتال بالاضافه لسي كابيتال. اوكي؟ حيكون عندي 3 راندوم فاريبلز. هلا شو احتماليه بي؟ هي احتماليه انه يكون الجواب بي وسي ودي. معنا هون عباره عن شو احتمالية C؟ هي احتمالية D اللي عبارة عن بوينت. شو الكومبلمنت لA؟ C و D هم عبارة عن C و D، وعشان هيك طلع معانا مثلا هو عبارة عن 0.6. نفس الشيء بالنسبة للبقية سواء لو طبقتوهم على الاتحاد أو على الطبق. هلا هون سواء بنستخدم نل أو بنستخدم الفايل هي نفس الشيء. أوكي. في عندك مصطلح بنسميه axioms of probability. هاي في العالم تستخدم لما يكون 1 to 1، لما تكون الاحتمالية عبارة عن 1 to 1. فعشان هيك تعريف هي عبارة is a number that is assigned to each number to each member of a collection of events from a random experiment that satisfies the following properties. شو هم البروبرتيز اللي احنا بنحكي عنهم؟ احتمالية الحدث بتساوي 1، وهذا بيأكد الشيء اللي حكيت لكم اياه اللي هي مقابل كل واحد حيكون 1، البروبابيلتي للشيء حتطلع معكم بتساوي 1، اوكي، او احيانا البروبابيلتي بالنسبه لـ E حتكون اكبر او تساوي 0، اقل او تساوي 1، والشيء الثالث اللي هي عمليات الاتحاد والتقاطع، البروبابيلتي لـ E1 اتحاد E2 معناها هي عباره عن احتماليه E1 لحال زائد احتماليه E2. هلا هاي لما انا اعرف انه هاي مباشره شو بتعطيني انديكيشن؟ لما انا اعرف انه البروبابيلتي تبعت E1 اتحاد E2 هي حاصل احتماليه E1 لحال زائد حاصل احتماليه E2 لحال، مباشره هذا الشيء بحكي لي انه الايفنت E1 والايفنت E2 مش متقاطعه. مش متقاطعه. اوكي. اذا متقاطعه بنخصم يعني بنشيل احتمال التقاطع. بنشيل الشيء المشترك لانه بكون جمع مرتين. بالضبط. اوكي. هلا طبعا اكيد دائما احتماليه الفايل بدها تساوي 0، وبالتالي معناها
احتمالية الكومبلمنت هي عبارة عن 1 ناقص الاحتمالية بالنسبة للإيفنت نفسه. من ضمن الملاحظات قبل ما نمشي عنها، إذا كان الإيفنت E1 هو جزء من الإيفنت E2 فاحتمالية حدوث الإيفنت E1 أكيد أقل من احتمالية حدوث الإيفنت E2 صح؟ آه. يعني أنا عندي أرقام من 1 إلى 10 إيفنت E1، أرقام من 1 إلى 3 إيفنت E2، شو احتمالية حدوث الـ E2؟ أقل. هو السبيس المشترك اللي هو E1 أقل من السبيس المشترك هو من 1 إلى 3 صح؟ فهي E2 فعليا هي عبارة عن جزء من E1، فاحتمالية حدوث E2 أقل، هي جزء من احتمالية حدوث E2. عندي كانت واحد E1 و E2 مش نفس السبيس اللي هن؟ لا مش نفس السبيس، هو حاكي لك إنه E1 is contained in E2. هلا السبيس بالنسبة لـ E2 اللي هو جزء منه E1، بس السبيس تبع E1 هو نفسه حيطلع بس تبع E1 الحاصل سبيس E1. يعني كأننا بنشغل زي هيك، أنا في عندي سبيس كامل وأجيت حكيت لك هاي عبارة عن E1، أجيت حكيت لك إنه هاي عبارة عن إيفنت E2، فE2 هي جزء من E1، فهلا خلينا أفترض إنه هدول جزء من سبيس كامل، شو احتمالية E2؟ تكون أقل. كأني بحكي عن مساحة E2 على المساحة كاملة، شو احتمالية E1؟ عبارة عن مساحة E1 جزء منها أصلاً E2 على المساحة كاملة، فدائماً حيطلع معي احتمالية E1 أعلى من E2 لأن E2 هو جزء أصلاً من E1. هذا عبارة مثلاً إكزامبل على random variables في كان عامل مش من سليمة، نرجع ترجو أوكي. بالنسبة للأديشنز اللي هي عملية الجمع سواء حكينا عنهم الاتحاد أو التقاطع أو الكومبلمنت، أحيانا كمان نستخدم هذا الشيء عشان نعمل الإيفنتس نفسهم بنفس الطريقة اللي احنا تعلمناها من شوية صغيرة بالنسبة ماشي. هذا عبارة عن إكزامبل، هذا الإكزامبل مرينا على المحاضرة الماضية بس نرجع خصوصا إذا كان عندي تقاطع أو ما كان في عندي تقاطع. أوكي. بحكي لكم our firm is randomly selected from a batch that is classified by contamination and aggregation. هلا عرفت H هي عبارة عن high concentration، فبالتالي حيطلع معي في عندي low، في عندي total low concentration. وعرفنا C هي عبارة عن wafers located في السنتر من scattering tool، ففي عندي إشي في السنتر وحيكون إشي في النهاية عندي على الإتش. مرة هلا مجموع العينات في جزء منهم عبارة عن high contamination، في جزء منهم عبارة عن low contamination. هلا اللي في الهاي contamination جزء منهم حيكون في السنتر وجزء منهم حيكون على الأطراف، نفس الشيء بالنسبة للlow contamination. فاللي مطلوب معنا احتمالية شو احتمالية انه يكون عندي high concentration او الهاي concentration موجود عندي؟ الهاي كونسنتريشن عبارة عن 112 عبارة عن 246 فعبارة عن 358 على 940. شو احتمالية ان يكون العينة موجود في السنتر 626 مجموع السنتر الموجود عندي عبارة عن 626 على 940؟ طب شو احتمالية انه يكون هاي كونسنتريشن في السنتر 112 على 358 112 هي احتمالية الهاي مع السنتر على السنتر. اوكي لا حكيتكم صح 102، انا حكيت ايش عكس الاشي اللي موجود. هلا شو احتمالية انه يكون في الوسط؟ وفي الوسط هي المقصود فيها عملية التقاطع ليش مرة ثانية. شو احتمالية انه يكون هاي موجود في السنتر؟ فبالتالي هي عبارة عن 112 على 940. شو احتمالية انه يكون في الهاي او في السنتر؟ او هي احتمالية الهاي لحالها زائد احتمالية السنتر لحالها ناقص التقاطع، لانه هون في عندي تقاطع. يعني 246 زائد 500 يعني عبارة عن 350 على 940 زائد 626 على 940، بدي ارجع اطرح منهم المشتركات اللي عبارة عن 112 على 940. خلينا نعيدها مع بعض. اوكي. هلا اول شيء شو احتماليه انه يكون هاي كونسنتريشن؟
مجموع الهاي كونسنتريشن بالنسبه ل 358 من اصل عينه 940 اوكي. شو احتماليه انه يكون في السنتر 626 من اصل عينه؟ شو احتمالية انه يكون في السنتر وهاي كونسنتريشن؟ المشترك لا فتش على المشترك لانه بده يكون في السنتر وهاي كونسنتريشن 112 سنتر وهاي كونسنتريشن 112 من اصل 740. شو احتمالية انه يكون في السنتر او يكون هاي كونسنتريشن؟ احتمالية انه يكون هاي هي عبارة عن 358 على 940 زائد واحتمالية انه يكون في السنتر هي عبارة عن 626 على 940. كم مرة جمعت ال 112 اللي هون؟ مرتين. مرتين معناها بدي اطرح منهم مرة واحدة. فهي فعليا حتطلع معي احتمالية هاي زائد احتمالية السنتر ماينس التقاطع اللي موجودة. اوكي طبعا هاي بنسميها عملية الالجبرون اللي احنا مرت علينا من شوي. هلا هون بالاختصارات لانه هناك كنا لما اجت معنا اذا متذكرين كنا نحكي فيه عن ميوتشال اكسكلوسيف ايفنتس فعشان هيك ما كان موجود الشق الاخير من المحدد. حكيت لكم بعد شوي صغير لما تصير مش ميوتشال اكسكلوسيف هاي الحاله بتصير عندي هاي مش موجوده. طبعا هاي الملاحظه موجوده هون بتحكي لكم لو كانوا الايفنتس اي اند بي ار ميوتشال اكسكلوسيف مباشره التقاطع بين اي وبي حيساوي فاي ما دام صفر معناها حتصفي عندي عمليه الاتحاد بين التو ايفنتس حتساوي هاي زائد. أوكي. عملية الاتحاد بين الايفنت A و B و C تلقائيا هي كل A زائد كل B زائد كل C بدي اطرح منها التقاطع اللي صار بين A و B وبين A و C وبين B و C فهي موجودة عندنا هي عملية احتمالية A لحالها زائد احتمالية B زائد احتمالية C بدي اطرح منهم الشغلات المشتركة الموجودة عندنا. هلا مرة ثانية لو كانوا ميوتشال اكسكلوسيف معناها فيش شيء مشترك في حي صف صمشن هي مجموع احتمالات النشاط A و B و C فعشان هيك بنستخدم نظام الصمشن probability of event E I من واحد لعند الرقم K اللي موجود عندنا. دكتور ليش زائد تقاطع الثلاث؟ عشان هلا لما اجي هون اطرح التقاطع اطرح التقاطع اطرح التقاطع في شغله حتكون خصمتها مرتين اللي هو مرتين عشان هيك برجع بضيف الاتحاد الموجود بين عمليه التقاطع الموجوده بينهم كلياتها. شو يعني؟ يعني حكينا بدناش نحذفها بدناش هلا انا عندي ثلاث نشاطات هي واحد هي اثنين هي ثلاثه ضمن سبيس كامل. خلينا اعطي سبيس بلاش اعمل هيك خليني بس اعمل سبيس على الحجم كامل فعلى الشرب خط الازرق الثاني اليسور هعمل سبيس على اساس يسهل علينا بحيث انه يطلع حجم السبيس. هلا البروبابيلتي للسبيس كم بتساوي؟ واحد. شو احتماليه انه انا اختار عينه من السبيس؟ واحد. لو هاي انا اعطيتها مثلا عباره عن 0.6 هاي عبارة عن 0.3 هاي عبارة عن 0.3 مباشرة لما أجمعهم 0.6 و 0.3 و 0.3 بعرف أن مجموعهم 1.2 ما دام مجموعهم 1.2 بعرف تلقائيا أن ميوتشنل مش مكرر نوت إكسكلوسيف بعرف تلقائيا في بينهم تقاطع لأنه لو كان ما في بينهم تقاطع كم لازم يطلع المجموع؟ لازم يطلع معي المجموع واحد. لو انا عملت هاي بدي اسميها A وهاي بدي اسميها B وهاي بدي اسميها C. هلا لو انا عملت A اتحاد مع B اتحاد مع C حاخذها عبارة عن A اتحاد B هي عبارة عن احتمالية A هاي probability A اتحاد B اتحاد C معناها عبارة عن احتمالية A فأنا بكون غطيت هاي المسار صح؟ زائد احتمالية B حكون غطيت هاي المسار مع منطقة التقاطع هيك لحد الآن صار مرتين زائد probability of C حتغطي
هكون كمان غطيت هاي المسافه مع التقاطع. في مشترك بين الثلاثه صح. هلا شو بدي اجي اعمل؟ بدي اشيل الزيادات اللي موجوده عندي. لما اشيل الزيادات فباجي بحكي ماينس احتماليه تقاطع A مع B. فبدي اجي احذف تقاطع A مع B، بدي اجي احذفها. هلا فعليا انا ما حذفت، انا شلت واحده من التنتين. بعد بدي اشيل تقاطع A مع C، فبدي اشيل A مع C اللي هي عباره عن، بعد بدي اشيل عمليه تقاطع A مع B مع C، B مع C. بدي اجي اشيل بصير نقطه مشتركه بين الثلاث. في عندي هلا هيك صفه مشترك بين الثلاث مش موجود، فبدي ارجع من خلال مجموع التقاطع اللي موجوده عندي. عشان هيك بس بضيف النهاية عملية التقاطع اللي تكون موجودة. طبعا نفس الحكينا من شوي صغيرة، لو كان النشاطات ميوتشال اكسكلوسيف فهيطلع التقاطع موجود، فهتصفي مع مجموع الاحتمالات نفس الحكي. اوكي، هلا في نوع من البروبابيلتيز الموجودين بنسميه عباره عن كونديشنال بروبابيلتي. شو المقصود في الكونديشنال بروبابيلتي؟ شو احتماليه اختيار عينه اسمها مثلا كرسي بشرط انه العينه الاولى اللي اخترتها طبعا؟ شرط ايه؟ انه العينه الاولى طبعا. يعني انا بدي احدد شو جوابي في الاول وبعد بحدد الثاني. شو احتماليه انه اطلع من الشباك بشرط انه دخلت من الباب؟ فهمتوا كيف؟ شو احتماليه انه انا اختار كره صحيحه بحيث في المره الاولى اخترت كره صحيحه، او بحيث ان انا في المره الاولى اخترت كره خطا؟ هاي كثير بتستخدم في المسابقات لما يحسبوا للجوائز اللي موجوده، لانه ما بدهم في النهايه من كميه الجوائز اللي تتوزع تطلع اعلى من كميه الدخل اللي اجى عليهم، صح ولا خطا؟ فعشان هيك بنحط ترتيب في الاسئله بحيث يطلع معك احتمال الثاني بشرط الاول، ما بربح الواحد تيم ثاني. اوكي، عشان هيك تعريفها is the probability of event B occurring given that event A has already occurred. احتمالية انه النشاط بيحدث بشرط انه النشاط ايه؟ حدث. اوكي، مثلا هون بحكي communication channel has an error rate 1/1000 bits. انا في عندي هاي عبارة عن communication channel، احتمالية الخطأ هي عبارة عن 1 من كل 1000 bits. اوكي، انا بحكي لكم انه الاخطاء نادرة، but do tend to occur in pairs. If a bit is an error, the probability that the next bit is also an error is greater than 1/1000. شو يعني؟ شو احتمالية اذا البت الاولى خطأ انه الثاني تطلع خطأ؟ عشان هيك انا بدي احدد اللي بالاول بعد اروح على الثاني. خلينا ناخذهم، انا هون مكتوب القانون بعد اروح على الشغله. هلا احتماليه انه حدوث بي بشرط انه الخيار اللي قبله عباره عن ايه، هي عمليه التقاطع بين probability of A intersect by B تقسيم probability of A، وطبعا دائما اصلا قيمه probability بتكون اكبر من صفر. طبعا احتماليه ايه هي عبارة عن number of outcomes على n، واحتمالية التقاطع هي عبارة عن number of outcomes في A تقاطع B على n، وهاي اللي عبارة عن ال conditional عبارة عن number of outcomes على القيمة الكلية. خلينا ناخذ هلا example عليهم. اوكي، هلا في هذا الاكزامبل بيجي بحكي لنا انه في عندنا 4 probabilities conditions on flaws in the below table، بحيث انه انا هل هو ديفكتيف يا يس يا لا. احتمالية انه يكون ديفكتيف يس او نو. هلا بالنسبة للسيرفيس لوز ان كمان ان ما يس او نو. مثلا شو احتمالية انه يكون هو عبارة عن اف؟ اف 40 اف كامل هو عبارة 40 40 40 على 400 مجموع العينات كامل هو عبارة عن 400. شو احتمالية انه يكون ديفكتيف؟ 28 على 4 عبارة عن 28 على 4. تمام، شو احتمالية انه يكون ديفكتيف
بشرط انه كان اف بالضبط انه كان اف. يا عمليه التقاطع بروبابيلتي التقاطع اف على البروبابيلتي الاف، فعمليه التقاطع بين دي واف شو بدها تساوي؟ 10 على 400 طبعا تقسيم المجموع كامل. فهي دائما بتعطيني شو احتماليه حدوث حدث بشرط انه في انا عندي لازم يكون في عندي شرط، بشرط نشاط معين قبل اصلا. طبعا من رأي كثير بلزمكم شو احتمالية الكومبلمنت تبع دي بشرط حدوث اف، هاي عبارة عن 30 على 400 تقسيم وصل لحدوث اف اللي عبارة عن 40 على 400. مرة ثانية لأنه الكونديشنال بلزمنا كثير، احتمالية حدوث اف بشرط حدوث مثلا اي هنساوي تقاطع F تقاطع E، هنقسم هاي الاحتمالية على احتمالية F كملوا لناخذ بريك صغير وبعدين نكمل. خلينا ناخذ بس هيك بريك صغير.